النشرة الاقتصادية من القدس دوت كوم. أهلا بكم. أجمع مسؤولون وأعضاء في حركة مقاطعة إسرائيل BDS أن تخصيص حكومة بنيامين نتنياهو مبلغ 100 مليون شيكل لمواجهة المقاطعة الأوروبية للمستوطنات لن يحقق الأهداف المتمثلة بوقف المقاطعة الأوروبية والعالمية والتي أثرت على حجم صادرات المستوطنات للعام الجاري وقللت من أفق التعاون العلمي والأكاديمي مع إسرائيل. ذكرت وزارة الصحة والجهاز المركزي للإحصاء أمس الاثنين أن النتائج الأولية للحسابات الصحية الوطنية تشير إلى أن مجموع الإنفاق على الصحة بالأسعار الجارية قد ارتفع ما بين عامي 2011 و2012، حيث بلغ مجموع الإنفاق ما قيمته 1,260,000,000 دولار أمريكي خلال العام 2012 مقارنة مع 2,200,000,000 في العام الذي سبقه. بدأ نشطاء أردنيون حملة واسعة تحت اسم تطهير من أجل تنظيف الأسواق الأردنية من البضائع الإسرائيلية التي يقولون إنها تغزو البلاد وتغرق الأسواق وتسبب بأضرار بالغة على الاقتصاد الوطني، خاصة على القطاع الزراعي الذي يكافح من أجل البقاء. وانضم العشرات من المتطوعين إلى الحملة في مرحلتها الثانية التي بدأت الأسبوع الحالي والتي تتضمن توزيع ملصقات ونشرات إعلانية على المحلات التجارية من أجل المشاركة في عملية تطهير السوق من المنتج الإسرائيلي. بحث وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل أمس الاثنين كيفية المضي قدماً ببرنامج لإغلاق البنوك المتعثرة في تكتل العملة الموحدة، إذ إن الوقت يداهمهم للتوصل إلى اتفاق بشأن هذا الإجراء الذي يتم الترويج له باعتباره عاملاً رئيسياً للاستقرار الاقتصادي بالمنطقة. ومن المقرر أيضاً أن يراجع الوزراء مدى التقدم الذي تم إحرازه في اليونان وقبرص في مجال الإصلاح المالي. وأخيراً أسعار العملات مقابل الشيكل.